بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الادب باب في الحلم واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمه يعني بن عمار حدثني اسحاق يعني بن عبد الله بن ابي طلحه قال قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا فارسلني يوما لحاجه فقلت والله لا اذهب وفي نفسي ان اذهب لما امرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين، ما علمت قال لشيء صنعت، لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا سليمان يعني بن المغيره عن ثابت عن انس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينه وانا غلام ليس كل امري كما يشتهي صاحبي ان يكون عليه ما قال لي فيها اف قط وما قال لي لم فعلت هذا ام الا فعلت هذا حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو عامر محمد بن هلال أنه سمع أباه يحدث قال: قال أبو هريرة وهو يحدثنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه. فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا الى اعرابي قد ادركه فجبذه بردائه فحمر رقبته قال ابو هريره وكان رداء خشنا فالتفت فقال له الاعرابي احمل لي على بعيري هذين فانك لا تحمل لي من مالك ولا من مال ابيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا واستغفر الله لا واستغفر الله لا واستغفر الله لا احملك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني فكل ذلك يقول له الاعرابي والله لا اقيدكها فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيريه هذين على بعير شعيرا وعلى الاخر تمرا ثم التفت الينا فقال انصرفوا على بركه الله باب في الوقار حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا قابوس بن ابي ظبيان ان اباه حدثه قال حدثنا عبد الله بن عباس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة باب من كظم غيظا حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور العين شاء قال ابو داود اسم ابي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون حدثنا عقبه بن مكرم حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن بشر يعني بن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال ملاه الله امنا وايمانا ولم يذكر قصه دعاه الله زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر احسبه قال تواضعا كساه الله حله الكرامه ومن زوج لله توجه الله تاج الملك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعه فيكم قال الذي لا يصرعه الرجال قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب باب ما يقال عند الغضب حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال يقول: اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم، قال فجعل معاذ يامره فابى ومحك وجعل يزداد غضبا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل احدهما تحمر عيناه وتنتفخ اوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف كلمه لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل هل ترى بي من جنون حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو معاويه حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبي ذر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث قال أبو داود وهذا أصح الحديثين حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى قال حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل القاص قال دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فاغضبه فقام فتوضا ثم رجع وقد توضا فقال حدثني ابي عن جدي عطيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما تطفا النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا باب في التجاوز في الامر حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان ينتهك حرمه الله فينتقم لله بها حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امراه قط حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله يعني بن الزبير في قوله خذ العفو قال امر نبي الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ العفو من اخلاق الناس باب في حسن العشره حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبد الحميد يعني الحماني حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره حدثنا حمَّاد بن زيد حدثنا سلم العلوي عن أنس أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلّما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. قال أبو داود سلم ليس هو علويا كان يبصر في النجوم وشهد عند عدي بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة حا وحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق حدثنا بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رفعاه جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة ثم قال إذنوا فلما دخل ألان له القول فقالت عائشة يا رسول الله ألنت له القول وقد قلت له ما قلت قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه. حدثنا عباس العنبري، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك عن الأعمش، عن مجاهد عن عائشة في هذه القصة. قالت فقال: تعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ان من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء السنتهم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن عائشه ان رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس اخو العشيره فلما دخل انبسط اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه فلما خرج قلت يا رسول الله لما استاذن قلت بئس اخو العشيره فلما دخل انبسطت اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه ان الله لا يحب الفاحش المتفحش سئل أبو داود عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن أخبرنا مبارك عن ثابت عن أنس قال ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يداه، حتى يكون الرجل هو الذي يدع يداه. باب في الحياء حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن اسحاق بن سويد، عن ابي قتاده قال: كنا مع عمران بن حصين وثم بشير بن كعب فحدث عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله او قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب انا نجد في بعض الكتب ان منه سكينه ووقارا ومنه ضعفا فاعاد عمران الحديث فاعاد بشير الكلام قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال قلنا: يا أبا نجيد، ايه ايه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت سئل أبو داود أعند القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث قال لا باب في حسن الخلق حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق قال ابو الوليد قال سمعت عطاء الكيخاراني قال ابو داود هو عطاء بن يعقوب وهو خال ابراهيم بن نافع يقال كيخاراني وكوخاراني. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي ابو الجماهر قال حدثنا ابو كعب ايوب بن محمد السعدي حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وإن كان محقاً وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً وببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري". قال: "والجواظ الغليظ الفظ". باب في كراهية الرفعة في الأمور. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: "كانت العضباء لا تسبق". فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا حميد عن أنس بهذه القصة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على الله تعالى ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. باب في كراهية التمادح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، قال: جاء رجل فاثنى على عثمان في وجهه فاخذ المقداد بن الاسود ترابا فحث في وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابو شهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه ان رجلا اثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاث مرات ثم قال اذا مدح احدكم صاحبه لا محاله فليقل اني احسبه كما يريد ان يقول ولا ازكيه على الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا ابو مسلمه سعيد بن يزيد عن ابي نضره عن مطرف قال قال ابي انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان باب في الرفق حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه ومحمد بن الصباح البزاز قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن ابيه قال: سالت عائشه عن البداوه فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو الى هذه التلاع وانه اراد البداوه مره فارسل الي ناقه محرمه من ابل الصدقة، فقال لي يا عائشة: ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. قال ابن الصباح في حديثه: محرمة يعني لم تركب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمه عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الاعمش عن مالك بن الحارث، قال الاعمش: وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن ابيه قال الاعمش ولا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤده في كل شيء الا في عمل الاخره باب في شكر المعروف حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الانصار بالاجر كله قال لا ما دعوتم الله واثنيتم عليهم حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عماره بن غزيه حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطي عطاء فوجد فليجز به فان لم يجد فليثني به فمن اثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره قال ابو داود رواه يحيى بن ايوب عن عماره بن غزيه عن شرحبيل عن جابر قال ابو داود وهو شرحبيل يعني رجلا من قومي كانهم كرهوه فلم يسموه حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلي بلاءً فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. باب في الجلوس بالطرقات. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد، عن زيد يعني بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه قال: وارشاد السبيل. حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري اخبرنا ابن المبارك حدثنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وتغيث الملهوف وتهد الضال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حميد عن أنس قال: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجة فقال لها يا ام فلان اجلسي في اي نواحي السكك شئت حتى اجلس اليك. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها. لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها، وقال كثير: عن حميد عن انس حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان امراه كان في عقلها شيء بمعناه باب في سعه المجلس حدثنا القعنبي حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموال عن عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس اوسعها قال ابو داود هو عبد الرحمن بن عمرو بن ابي عمره الانصاري باب في الجلوس بين الشمس والظل حدثنا ابن السرح ومخلد بن خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع ابا هريره يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الشمس وقال مخلد في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابيه انه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فامر به فحول الى الظل. باب في التحلق حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الاعمش حدثني المسيب بن رافع عن تميم بن طرفه عن جابر بن سمره قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلاقه فقال: ما لي اراكم عزين. حدثنا واصل بن عبد الاعلى عن ابن فضيل عن الاعمش بهذا قال: كانه يحب الجماعه. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وهناد أن شريكاً أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. باب الجلوس وسط الحلقة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني أبو مجلز عن حذيفة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة، عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة. فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت ابا الخصيب عن ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داود ابو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن باب من يؤمر ان يجالس حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ابان عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران مثل التمره طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرا القران كمثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله طعمها مر ولا ريح لها ومثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك ان لم يصبك منه شيء اصابك من ريحه ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير ان لم يصبك من سواده اصابك من دخانه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى المعنى حا وحدثنا ابن معاذ حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الاول الى قوله وطعمها مر وزاد بن معاذ قال قال أنس وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح وساق بقية الحديث حدثنا عبد الله بن الصباح العطار حدثنا سعيد بن عامر عن شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح فذكر نحوه. حدثنا عمرو بن عون اخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن الوليد بن قيس، عن ابي سعيد او عن ابي الهيثم، عن ابي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي". حدثنا ابن بشار حدثنا ابو عامر وابو داود قال حدثنا زهير بن محمد حدثني موسى بن وردان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء حدثنا ابي حدثنا جعفر يعني ابن برقان عن يزيد يعني ابن الاصم عن ابي هريره يرفعه قال الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف باب في كراهيه المراء حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حدثنا بريد بن عبد الله عن جده ابي برده عن ابي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث احدا من اصحابه في بعض امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني ابراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم يعني به قلت صدقت بابي انت وامي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري باب الهدي في الكلام حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبه عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يتحدث يكثر ان يرفع طرفه الى السماء حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل او ترسيل حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن اسامه عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه حدثنا ابو توبه قال زعم الوليد عن الاوزاعي عن قره عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم قال أبو داود رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا باب في الخطبة حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء باب في تنزيل الناس منازلهم حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف ان يحيى بن اليمان اخبرهم عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب ان عائشه مر بها سائل فاعطته كسره ومر بها رجل عليه ثياب وهيئه فاقعدته فاكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم قال ابو داود وحديث يحيى مختصر قال ابو داود ميمون لم يدرك عائشه حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصواف حدثنا عبد الله بن حمران حدثنا عوف بن ابي جميله عن زياد بن مخراق عن ابي كنانه عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه واكرام ذي السلطان المقسط باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير اذنهما حدثنا محمد بن عبيد واحمد بن عبده المعنى قال حدثنا حماد حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبده عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما باب في جلوس الرجل حدثنا سلمه بن شبيب حدثنا عبد الله بن ابراهيم حدثني اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده قال أبو داود عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفيه ودحيبه ابنتا عليبه قال موسى بنت حرمله وكانتا ربيبتي قيله بنت مخرمه وكانت جده ابيهما انها اخبرتهما انها رات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع وقال موسى المتخشع في الجلسه ارعدت من الفرق باب في الجلسه المكروهه حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج عن ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريد عن ابيه الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على الية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ باب في السمر بعد العشاء، حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عوف، قال حدثني ابو المنهال: عن ابي برزه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها باب في الرجل يجلس متربعا حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو داود الحفري حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء باب في التناجي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حا وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن شقيق يعني ابن سلمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتج اثنان دون صاحبهما فان ذلك يحزنه. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو صالح: فقلت لابن عمر فأربعة قال لا يضرك. باب إذا قام من مجلسه ثم رجع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح. قال: كنت عند أبي جالسا وعنده غلام، فقام ثم رجع، فحدث أبي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب الإيادي، قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع عليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه، فيثبتون. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفه حمار وكان لهم حسره حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تراه ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تراه باب في كثارة المجلس حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال كلمات لا يتكلم بهن احد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات الا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر الا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفه سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال قال عمرو وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن ابي عمرو عن المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن ابي شيبه المعنى ان عبده بن سليمان اخبرهم عن الحجاج بن دينار عن ابي هاشم عن ابي العاليه عن ابي برزه الاسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باخرة اذا اراد ان يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فقال رجل يا رسول الله انك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال كفاره لما يكون في المجلس باب في رفع الحديث من المجلس حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا الفريابي عن اسرائيل عن الوليد ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن اسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن ابي هشام عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. باب في الحذر من الناس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب، حدثنا ابراهيم بن سعد، قال حدثنيه ابن اسحاق عن عيسى بن معمر، عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي. عن أبيه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال: التمس صاحبا، قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري، فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا، قال: قلت أجل، قال: فأنا لك صاحب. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبا قال فقال من قلت عمرو بن اميه الضمري قال اذا هبطت بلاد قومه فاحذره فانه قد قال القائل اخوك البكري فلا تامنه فخرجنا حتى اذا كنت بالابواء قال اني اريد حاجه الى قومي بودان فتلبث لي قلت راشدا فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت اوضعه حتى اذا كنت بالاصافر اذا هو يعارضني في رهط قال واوضعت فسبقته فلما راى ان قد فته انصرف وجاءني فقال كانت لي الى قومي حاجه قال قلت اجل ومضينا حتى قدمنا مكه فدفعت المال الى ابي سفيان حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين باب في هدي الرجل حدثنا وهب بن بقيه اخبرنا خالد عن حميد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى كانه يتوكا حدثنا حسين بن معاذ بن خليف حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد الجريري عن ابي الطفيل قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كيف رأيته قال كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث حا وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضع، وقال قتيبة: يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، زاد قتيبة وهو مستلقٍ على ظهره. حدثنا النفيلي حدثنا مالك حا وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا، قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك. باب في نقل الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. حدثنا محمد بن العلاء وابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابو اسامه عن عمر قال ابراهيم هو عمر بن حمزه بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الامانه عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها باب في القتات حدثنا مسدد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. باب في ذي الوجهين. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. باب في الغيبة حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره انه قيل يا رسول الله ما الغيبه قال ذكرك اخاك بما يكره قيل افرايت ان كان في اخي ما اقول قال فان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني علي بن الاقمر عن ابي حذيفه عن عائشه قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه كذا وكذا قال غير مسدد تعني قصيره فقال لقد قلت كلمه لو مزج بها البحر لمزجته قالت وحكيت له انسانا فقال: ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا. حدثنا محمد بن عوف حدثنا ابو اليمان، حدثنا شعيب حدثنا عبد الله بن ابي حسين، حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا عمرو بن ابي سلمه، قال حدثنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه، عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. ومن الكبائر السبتان بالسبة. حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية وابو المغيرة قالا حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم قال ابو داود وحدثناه يحيى بن عثمان عن بقيه ليس فيه انس حدثنا عيسى بن ابي عيسى السيلحيني عن ابي المغيره كما قال ابن المصفى حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا اسود بن عامر حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن ابي برزه الاسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته حدثنا حيوة بن شريح المصري الحنصي حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل برجل مسلم اكله فان الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فان الله يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سمعه ورياء فان الله يقوم به مقام سمعه ورياء يوم القيامه حدثنا واصل بن عبد الأعلى: حدثنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. باب الرجل يذب عن عرض أخيه. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد، حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن سليمان، عن إسماعيل بن يحيى المعافري، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حمى مؤمنا من منافق، أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. حدثنا إسحاق بن الصباح حدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا الليث حدثني يحيى بن سليم انه سمع اسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وابا طلحه بن سهل الانصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرا مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب نصرته قال يحيى وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبه بن شداد قال ابو داود يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم واسماعيل بن بشير مولى بني مغاله وقد قيل عتبه بن شداد موضع عقبه باب من ليست له غيبه حدثنا علي بن نصر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال حدثني ابي قال حدثنا الجريري عن ابي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب قال جاء اعرابي فاناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى راحلته فاطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا احدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقولون هو اضل ام بعيره؟ الم تسمعوا الى ما قال؟ قالوا بلى. باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم شك بن عبيده. كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل في من كان قبلكم بمعناه قال: عرضي لمن شتمني. قال أبو داود رواه هاشم بن القاسم قال: عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أبو داود وحديث حماد أصح. باب في التجسس. حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف وهذا لفظه. قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب قال اتي ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله انا قد نهينا عن التجسس ولكن ان يظهر لنا شيء ناخذ به باب في الستر على المسلم حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابراهيم بن نشيط، عن كعب بن علقمه، عن ابي الهيثم، عن عقبه بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى عوره فسترها كان كمن احيا موؤوده. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن ابي مريم، اخبرنا الليث قال حدثني ابراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمه انه سمع ابا الهيثم يذكر انه سمع دخينا كاتب عقبه بن عامر قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبه بن عامر ان جيراننا هؤلاء يشربون الخمر واني نهيتهم فلم ينتهوا وانا داع لهم الشرط فقال دعهم ثم رجعت الى عقبه مره اخرى فقلت ان جيراننا قد ابوا ان ينتهوا عن شرب الخمر وانا داع لهم الشرط قال ويحك دعهم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مسلم قال ابو داود قال هاشم بن القاسم عن ليث في هذا الحديث قال: "لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم". باب في المؤاخاة حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري، عن سالم عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه". من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه باب المستبان حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم باب في التواضع حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتاده عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار إن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد باب في الانتصار حدثنا عيسى بن حماد اخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه اصحابه وقع رجل بابي بكر فاذاه فصمت عنه ابو بكر ثم اذاه الثانيه فصمت عنه ابو بكر ثم اذاه الثالثه فانتصر منه ابو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر ابو بكر فقال ابو بكر اوجدت علي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم اكن لاجلس اذ وقع الشيطان حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رجلا كان يسب ابا بكر وساق نحوه قال ابو داود وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حا وحدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة حدثنا معاذ بن معاذ المعنى واحد حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون وزعموا انها كانت تدخل على ام المؤمنين قال قالت قالت ام المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنته لها فامسك واقبلت زينب تقحم لعائشه فنهاها فابت ان تنتهي فقال لعائشه سبيها فسبتها فغلبتها فانطلقت زينب الى علي فقالت ان عائشه وقعت بكم وفعلت فجاءت فاطمه فقال لها انها حبه ابيك ورب الكعبه فانصرفت فقالت لهم اني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا قال وجاء علي الى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. باب في النهي عن سب الموتى حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن ابيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. حدثنا محمد بن العلاء اخبرنا معاويه بن هشام عن عمران بن انس المكي عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم باب في النهي عن البغي حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا علي بن ثابت عن عكرمه بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوس قال قال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العباده فكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنه برحمتي وقال للاخر اذهبوا به الى النار قال ابو هريره والذي نفسي بيده لتكلم بكلمه أو بقت دنياه واخرته حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابن عليه عن عيينه بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي بكره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره مثل البغي وقطيعه الرحم باب في الحسد حدثنا عثمان بن صالح البغدادي اخبرنا ابو عامر يعني عبد الملك بن عمرو حدثنا سليمان بن بلال عن ابراهيم بن ابي اسيد عن جده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب او قال العشب حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن ابي العمياء ان سهل بن امامه حدثه انه دخل هو وابوه على انس بن مالك بالمدينه في زمان عمر بن عبد العزيز وهو امير المدينه فاذا هو يصلي صلاه خفيفه دقيقه كانها صلاه مسافر او قريبا منها فلما سلم قال ابي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر قال نعم فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وقتوا خاويه على عروشها فقال اتعرف هذه الديار فقال ما اعرفني بها وباهلها هذه ديار قوم اهلكهم البغي والحسد ان الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك او يكذبه والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك او يكذبه باب في اللعن حدثنا احمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان حدثنا الوليد بن رباح قال سمعت نمران يذكر عن ام الدرداء قالت سمعت ابا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تاخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فان كان لذلك اهلا والا رجعت الى قائلها قال ابو داود قال مروان بن محمد هو رباح بن الوليد سمع منه وذكر ان يحيى بن حسان وهم فيه حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن ابي حازم وزيد بن اسلم ان ام الدرداء قالت سمعت ابا الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ابان حا وحدثنا زيد بن اخزم الطائي حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابان بن يزيد العطار حدثنا قتاده عن ابي العاليه قال زيد عن ابن عباس ان رجلا لعن الريح وقال مسلم ان رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. باب في من دعا على من ظلمه. حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء، عن عائشة قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه باب في هجره الرجل اخاه حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره واحمد بن سعيد السرخسي الرباطي ان ابا عامر اخبرهم قال: حدثنا محمد بن هلال قال حدثني ابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث فان مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فان رد عليه السلام فقد اشتركا في الاجر وان لم يرد عليه فقد باء بالاثم زاد احمد وخرج المسلم من الهجره حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد بن عثمه حدثنا عبد الله بن المنيب يعني المدني قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاثه فاذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باثمه. حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن حيوة عن ابي عثمان الوليد بن ابي الوليد عن عمران بن ابي انس عن ابي خراش السلمي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه كل يوم اثنين وخميس فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا من بينه وبين اخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا قال أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه أربعين يوما وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل باب في الظن حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا باب في النصيحه والحياطه حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مراه المؤمن والمؤمن اخ المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه باب في اصلاح ذات البين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن سالم عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. حدثنا نصر بن علي أخبرنا سفيان عن الزهري، حا، وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل، حا، وحدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح وقال أحمد بن محمد ومسدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا حدثنا الربيع بن سليمان الجيسي حدثنا أبو الأسود عن نافع يعني ابن يزيد عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها باب في الغناء حدثنا مسدد حدثنا بشر عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحه بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر الى ان قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ثابت عن انس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه لعبت الحبشه لقدومه فرحا بذلك لعبوا بحرابهم باب كراهيه الغناء والزمر حدثنا احمد بن عبيد الله الغداني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع اصبعيه على اذنيه وناى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا قال فقلت لا قال فرفع اصبعيه من اذنيه وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا قال أبو داود هذا حديث منكر حدثنا محمود بن خالد أخبرنا أبي حدثنا مطعم بن المقدام قال حدثنا نافع قال كنت ردف بن عمر إذ مر براع يزمر فذكر نحوه قال أبو داود أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح عن ميمون عن نافع قال كنا مع ابن عمر فسمع صوت زامر فذكر نحوه قال أبو داود وهذا أنكرها حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يلعبون، يتلعبون، يغنون، فحل أبو وائل حبوته وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغناء ينبت النفاق في القلب. باب الحكم في المخنثين حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء ان ابا اسامه اخبرهم عن مفضل بن يونس عن الاوزاعي عن ابي يسار القرشي عن ابي هاشم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فامر به فنفي الى النقيع قالوا يا رسول الله الا نقتله قال اني نهيت عن قتل المصلين قال ابو اسامه والنقيع ناحيه عن المدينه وليس بالبقيع حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله اخيها ان يفتح الله الطائف غدا دللتك على امراه تقبل باربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوهم من بيوتكم قال ابو داود المراه كان لها اربع عكن في بطنها حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء قال وأخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين. باب اللعب بالبنات حدثنا مسدد حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري. فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن. حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني عمارة بن غزية ان محمد بن ابراهيم حدثه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك او خيبر وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحيه الستر عن بنات لعائشه لعب فقال ما هذا يا عائشه قالت بناتي وراى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي ارى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قلت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه باب في الأرجوحة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا بشر بن خالد حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع أو ست فلما قدمنا المدينة أتينا نسواه وقال بشر فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحه فذهبن بي وهيأنني وصنعنني فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة تسع فوقفت بي على الباب فقلت هيه هيه قال أبو داود أي تنفست فأدخلت بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة دخل حديث أحدهما في الآخر حدثنا ابراهيم بن سعيد حدثنا ابو اسامه مثله قال: على خير طائر فسلمتني اليهن فغسلن راسي واصلحنني فلم يرعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فاسلمنني اليه. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا هشام بن عروه عن عروه عن عائشه قالت فلما قدمنا المدينه جاءني نسوه وانا العب على ارجوحه وانا مجممه فذهبن بي فهيانني وصنعنني ثم اتين بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وانا بنت تسع سنين حدثنا بشر بن خالد حدثني ابو اسامه حدثنا هشام بن عروة بإسناده في هذا الحديث قالت وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتي فأدخلنني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد يعني بن عمرو عن يحيى يعني بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشه فقدمنا المدينه فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج قالت فوالله اني لعلى ارجوحه بين عذقين فجاءتني امي فانزلتني ولي جميمه وساق الحديث باب في النهي عن اللعب بالنرد حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن موسى بن ميسره عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. باب في اللعب بالحمام. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامه فقال: شيطان يتبع شيطانه. باب في الرحمه حدثنا مسدد وابو بكر بن ابي شيبه المعنى قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا حا، وحدثنا ابن كثير، أخبرنا شعبة، قال: كتب إلي منصور، قال ابن كثير في حديثه: وقرأته عليه، وقلت: أقوله حدثني منصور، فقال اذا قراته علي فقد حدثتك به ثم اتفقا عن ابي عثمان مولى المغيره بن شعبه عن ابي هريره قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجره يقول لا تنزع الرحمه الا من شقي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا باب في النصيحة حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه, إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله وائمة المؤمنين وعامتهم او ائمة المسلمين وعامتهم. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وان انصح لكل مسلم. قال فكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. باب في المعونة للمسلم. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا أبو معاوية قال عثمان: وجرير الرازي حا وحدثنا واصل بن عبد الاعلى اخبرنا اسباط عن الاعمش عن ابي صالح وقال واصل قال حدثت عن ابي صالح ثم اتفقوا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه قال ابو داود لم يذكر عثمان عن ابي معاويه ومن يسر على معسر حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي مالك الاشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفه قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه. باب في تغيير الاسماء حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حا وحدثنا مسدد حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن ابي زكريا عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامه باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم قال ابو داود ابن ابي زكريا لم يدرك ابا الدرداء حدثنا ابراهيم بن زياد سبلان حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني، حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري. قال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومُرَّة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعير الله. قال هل معك تمر؟ قلت نعم. قال فناولته تمرات، فألقاهن في فيه. فلاكهن ثم فغرفاه فأوجرهن إياه فجعل الصبي يتلمض فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله باب في تغيير الاسم القبيح حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك قال سميتها بره فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم سميت بره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، فقال ما نسميها؟ قال سموها زينب. حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثني بشير بن ميمون عن عمه اسامه بن اخدري ان رجلا يقال له اصرم كان في النفر الذين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال انا اصرم قال بل انت زرعه حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني بن المقدام بن شريح عن ابيه عن جده شريح عن ابيه هانئ انه لما وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بابي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو الحكم واليه الحكم فلم تكن ابا الحكم فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن اكبرهم قال قلت شريح قال فانت ابو شريح قال ابو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسله وهو ممن دخل تستر قال ابو داود وبلغني ان شريحا كسر باب تستر وذلك انه دخل من سرب حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك قال حزن قال انت سهل قال لا السهل يوطأ ويمتهن قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزنة قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتله وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنية سماهم بني الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي، عن مسروق قال: لقيت عمر بن الخطاب فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان. حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب بن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا افلح فانك تقول: اثمه فيقول لا انما هن اربع فلا تزيدن علي. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن ابيه عن سمره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسمي رقيقنا اربعه اسماء افلح ويسارا ونافعا ورباحا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن عبيد عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله تعالى أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركه قال الأعمش ولا أدري أذكر نافعا أم لا فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركه فيقولون لا قال أبو داود روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر بركة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل يسمى بملك الأملاك. قال أبو داود رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال أخنا اسم باب في الألقاب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان فيقولون: مه يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم. فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب باب في من يتكنى بأبي عيسى حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب ابن له يكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبه تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجتنا، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حا وحدثنا مسدد ومحمد بن محبوب قالوا حدثنا ابو عوانه عن ابي عثمان وسماه ابن محبوب الجعد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. قال ابو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال أبو داود وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر وسالم بن أبي الجعد عن جابر وسليمان اليشكري عن جابر وابن المنكدر عن جابر نحوهم وأنس بن مالك باب في من رأى ألا يجمع بينهما حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي قال ابو داود روى بهذا المعنى ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره وروي عن ابي زرعه عن ابي هريره مختلفا على الروايتين، وكذلك روايه عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره اختلف فيه، رواه الثوري وابن جريج على ما قال ابو الزبير، ورواه معقل بن عبيد الله على ما قال ابن سيرين، واختلف فيه على موسى بن يسار عن ابي هريره ايضا على القولين، اختلف فيه حماد بن خالد وابن ابي فديك باب في الرخصه في الجمع بينهما حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفيه قال قال علي قلت يا رسول الله ان ولد لي من بعدك ولد اسميه باسمك واكنيه بكنيتك قال نعم ولم يقل ابو بكر قلت قال قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفيه بنت شيبه عن عائشه قالت جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ باب في الرجل يتكنى وليس له ولد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ فقالوا: مات نغره، فقال: أبا عمير. ما فعل النغير باب في المراه تكنى حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى قال حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه انها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنا قال فاكتني بابنك عبد الله يعني ابن اختها قال مسدد عبد الله بن الزبير قال فكانت تكنى بام عبد الله قال ابو داود هكذا رواه قران بن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه ورواه ابو اسامه عن هشام عن عباد بن حمزه وكذلك حماد بن سلمه ومسلمه بن قعنب عن هشام كما قال ابو اسامه باب في المعاريض حدثنا حيوه بن شريح الحضرمي امام مسجد حمص اخبرنا بقيه بن الوليد عن ضباره بن مالك الحضرمي عن ابيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن سفيان بن اسيد الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. باب في قول الرجل زعموا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطيه الرجل زعموا قال ابو داود ابو عبد الله هذا حذيفه باب في الرجل يقول في خطبته اما بعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان، عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد باب في الكرم وحفظ المنطق حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا: حدائق الأعناب. باب لا يقول المملوك ربي وربتي حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ايوب وحبيب بن الشهيد وهشام عن محمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم عبدي وامتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك سيدي وسيدتي فانكم المملوكون والرب الله تعالى حدثنا ابن السرح اخبرنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره في هذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فانه ان يك سيدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل باب لا يقال خبثت نفسي حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم جاشت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي باب حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا شعبه عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. باب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أن خطيبًا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقال قم، أو قال: اذهب فبئس الخطيب أنت. حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله، عن خالد يعني الحذاء، عن أبي تميمة عن أبي المليح، عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فانك اذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فانك اذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت وقال موسى إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم قال أبو داود قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس، فهو المكروه الذي نهي عنه. باب في صلاة العتمة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا وانها العشاء ولكنهم يعتمون بالابل. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مره عن سالم بن ابي الجعد قال: قال رجل: قال مسعر اراه من خزاعه ليتني صليت فاسترحت فكانهم عابوا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال اقم الصلاه ارحنا بها حدثنا محمد بن كثير اخبرنا اسرائيل حدثنا عثمان بن المغيره عن سالم بن ابي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفيه قال انطلقت انا وابي الى صهر لنا من الانصار نعوده فحضرت الصلاه فقال لبعض اهله يا جاريه ائتوني بوضوء لعلي اصلي فاستريح قال فانكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فارحنا بالصلاه حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء حدثنا ابي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عائشه قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب احدا الا الى الدين باب فيما روي من الرخصه في ذلك حدثنا عمرو بن مرزوق اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس قال: كان فزع بالمدينه فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحه فقال: ما راينا شيئا او ما راينا من فزع وان وجدناه لبحرا. باب التشديد في الكذب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حدثنا الاعمش حا وحدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم قال حدثني ابي عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له حدثنا قتيبه حدثنا الليث عن ابن عجلان ان رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعه العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر انه قال دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال اعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اردت ان تعطيه قالت اعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبه حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة حا، وحدثنا محمد بن الحسين، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، قال ابن حسين في حديثه: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة قال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائني باب في حسن الظن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا نصر بن علي عن مهنا أبي شبل قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر شتير بن نهار عن أبي هريرة قال نصر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العبادة قال أبو داود مهنا ثقة بصري حدثنا احمد بن محمد المروزي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفيه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته فقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامه بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا باب في العده حدثنا ابن المثنى اخبرنا ابو عامر حدثنا ابراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الاعلى عن ابي النعمان عن ابي وقاص عن زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وعد الرجل اخاه ومن نيته ان يفي فلم يفِ ولم يجِئ للميعاد فلا إثم عليه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل عن عبد الكريم، عن عبد الله بن شقيق عن أبيه، عن عبد الله بن أبي الحمساء، قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه. فنسيت فذكرت بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله قال أبو داود بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق باب في من يتشبع بما لم يعط حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي جارة تعني ضرة هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي قال المتشبع بما لم يعط كلابس الثوب يزور باب ما جاء في المزاح حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة قال وما أصنع بولد الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير قال استاذن ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشه عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال الا اراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج ابو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج ابو بكر كيف رايتني انقذتك من الرجل قال فمكث ابو بكر اياما ثم استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما: ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن عوف بن مالك الاشجعي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وهو في قبه من ادم فسلمت فرد وقال ادخل فقلت اكل لي يا رسول الله قال كلك فدخلت حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن ابي العاتكه قال انما قال ادخل كلي من صغر القبه حدثنا ابراهيم بن مهدي حدثنا شريك عن عاصم عن انس قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الاذنين باب من ياخذ الشيء من مزاح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن ابن ابي ذئب حا وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا شعيب بن اسحاق عن ابن ابي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن ابيه عن جده انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، وقال سليمان: لعبا ولا جدا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، لم يقل ابن بشار ابن يزيد، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا ابن نمير عن الأعمش، عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه، فأخذه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. باب ما جاء في التشدق في الكلام حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقة حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله قال أبو داود هو ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقره بلسانها حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال او الناس لم يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر انه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس يعني لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا أو إن بعض البيان لسحر. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش، وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه، قال حدثني أبي، قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد، قال حدثنا أبو ظبية. أن عمرو بن العاص قال يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. باب ما جاء في الشعر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي. حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو علي: بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله. فإذا كان القرآن والعلم الغالب، فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر، وإن من البيان لسحرا. قال: كأن المعنى أن يبلغ من بيانه إن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر. فكأنه سحر السامعين بذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري أخبرنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من الشعر حكمه حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان سحرا وان من الشعر حكما حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا سعيد بن محمد، حدثنا أبو تميلة، حدثني أبو جعفر النحوي، عبد الله بن ثابت، حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. فقال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله: إن من البيان سحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله: ان من العلم جهلا فيتكلف العالم الى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك واما قوله وان من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والامثال التي يتعظ الناس بها واما قوله من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شانه ولا يريده حدثنا ابن ابي خلف واحمد بن عبده المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ اليه فقال كنت انشد وفيه من هو خير منك حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره بمعناه زاد فخشي ان يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروه وهشام عن عروه عن عائشه قالت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، فنسخ من ذلك واستثنى، وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكروا الله كثيرا. باب في الرؤيا حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن زفر بن صعصعه عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاه الغداه يقول هل راى احد منكم الليله رؤيا ويقول انه ليس يبقى بعدي من النبوه الا الرؤيا الصالحه حدثنا محمد بن كثير اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس عن عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من سته واربعين جزءا من النبوه حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم ان تكذب واصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحه بشرى من الله والرؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه فاذا راى احدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس قال واحب القيد واكره الغل والقيد ثبات في الدين قال ابو داود اذا اقترب الزمان يعني اذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان حدثنا احمد بن حنبل حدثنا هشيم اخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه ابي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت قال واحسبه قال ولا تقصها الا على واد او ذي راي حدثنا النفيلي قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت ابا سلمه يقول سمعت ابا قتاده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ثم ليتعوذ من شرها فانها لا تضره حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبه بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا راى احدكم رؤيا يكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أولك أنما رآني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. حدثنا مسدد وسليمان بن داود قال حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ ومن تحلم كلف أن يعقد شعيره ومن استمع الى حديث قوم يفرون به منه صب في اذنه الانك يوم القيامه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت الليله كانا في دار عقبه بن رافع واتينا برطب من رطب بن طاب فاولت ان الرفعه لنا في الدنيا والعاقبه في الاخره وان ديننا قد طاب باب في التثاؤب حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير عن سهيل عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل النحوة قال في الصلاة فليكظم ما استطاع حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع ولا يقل هاه هاه فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه باب في العطاس حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته شك يحيى حدثنا محمد بن داود بن سفيان وخشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على اخيه: رد السلام وتشميت العاطس، واجابه الدعوه وعياده المريض، واتباع الجنازه. باب كيف تشميت العاطس؟ حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال: كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال سالم: وعليك وعلى امك. ثم قال بعد: لعلك وجدت مما قلت لك. قال: لوددت انك لم تذكر امي بخير ولا بشر. قال: انما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى امك ثم قال اذا عطس احدكم فليحمد الله قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا اسحاق يعني بن يوسف عن ابي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفطه عن سالم بن عبيد الاشجعي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عطس احدكم فليقل: الحمد لله على كل حال وليقل اخوه او صاحبه يرحمك الله ويقوله يهديكم الله ويصلح بالكم باب كم يشمت العاطس حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال شمت اخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام حدثنا عيسى بن حماد المصري اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال لا اعلمه الا انه رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ابو داود رواه ابو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن امه حميده او عبيده بنت عبيد بن رفاعه الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت أن تشمته فشمته، وإن شئت فكف. حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه، أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يرحمك الله ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم باب كيف يشمت الذمي حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن ابي برده عن ابيه قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. باب في من يعطس ولا يحمد الله. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان. المعنى قال: حدثنا سليمان التيمي عن أنس، قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما وترك الآخر. قال: فقيل يا رسول الله رجلان عطسا فشمت أحدهما. قال أحمد: أو فسمت أحدهما وتركت الآخر. فقال: إن هذا حمد الله. وإن هذا لم يحمد الله. أبواب النوم. باب في الرجل ينبطح على بطنه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري، قال: كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، فانطلقنا فقال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بجشيشة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطاة، فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أسقينا، فجاءت بعس من اللبن فشربنا ثم قال يا عائشه اسقينا فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال ان شئتم نمتم وان شئتم انطلقتم الى المسجد قال فبينما انا مضطجع في المسجد من السحر على بطني اذا رجل يحركني برجله فقال ان هذه ضجعه يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في النوم على السطح ليس عليه حجار حدثنا ابن المثنى حدثنا سالم يعني ابن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمه باب في النوم على طهاره حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا عاصم بن بهدله عن شهر بن حوشب عن ابي ظبيه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسال الله خيرا من الدنيا والاخره الا اعطاه اياه قال ثابت البناني قدم علينا ابو ظبيه فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت قال فلان لقد جهدت ان اقولها حين انبعث فما قدرت عليها. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن كريب عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته. فغسل وجهه ويديه ثم نام قال ابو داود يعني بال باب كيف يتوجه حدثنا مسدد حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن بعض ال ام سلمه قال كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما يوضع الانسان في قبره وكان المسجد عند راسه باب ما يقول عند النوم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابان حدثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال: حدثني البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رهبه ورغبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت قال فان مت مت على الفطره واجعلهن اخر ما تقول قال البراء فقلت استذكرهن فقلت وبرسولك الذي ارسلت قال لا ونبيك الذي ارسلت حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن فطر بن خليفه قال سمعت سعد بن عبيده قال سمعت البراء بن عازب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اويت الى فراشك طاهرا فتوسد يمينك ثم ذكر نحوه حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الاعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال سفيان قال احدهما اذا اتيت فراشك طاهرا وقال الاخر توضا وضوءك للصلاه وساق معنا معتمر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الايمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حا، وحدثنا وهب بن بقية عن خالد نحوه، عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض. ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء زاد وهب في حديثه اقض عني الدين وأغنني من الفقر حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا الأحوص يعني بن جواب حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. اللهم لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا يحيى بن حسان حدثني يحيى بن حمزه عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو زهير الأنماري: حدثنا النفيلي حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعنيان يعني ابن فضاله عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان، عن ابن ابي بلال عن عرباض بن ساريه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا المسبحات قبل ان يرقد، وقال ان فيهن ايه افضل من الف ايه. حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الصمد حدثني ابي حدثني حسين عن ابن بربده عن ابن عمر انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اخذ مضجعه الحمد لله الذي كفاني واواني واطعمني وسقاني والذي من علي فافضل والذي اعطاني فاجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه واله كل شيء اعوذ بك من النار حدثنا حامد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. باب ما يقول الرجل اذا تعار من الليل حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا الوليد قال قال الاوزاعي حدثني عمير بن هانئ حدثني جناده بن ابي اميه عن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم دعا رب اغفر لي قال أبو داود قال الوليد أو قال دعا استجيب له فان قام فتوضا ثم صلى قبلت صلاته حدثنا حامد بن يحيى حدثنا ابو عبد الرحمن اخبرنا سعيد يعني بن ابي ايوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علمًا، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. باب في التسبيح عند النوم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة حا. وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه المعنى عن الحكم عن ابن ابي ليلى قال مسدد حدثنا علي قال شكت فاطمه الى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى فاتي بسبي فاتته تساله فلم تره فاخبرت بذلك عائشه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته فاتانا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال الا ادلكما على خير مما سالتما اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا اربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم. حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، وعن الجريري، عن ابي الورد بن ثمامه، قال: قال علي لابن اعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب أهله إليه، وكانت عندي، فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى غبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضر. فسمعنا ان رقيقا اتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لو اتيت اباك فسالتيه خادما يكفيك فاتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت فرجعت فغدا علينا ونحن في لفاعنا فجلس عند راسها فادخلت راسها في اللفاع حياء من ابيها فقال ما كان حاجتك امس الى ال محمد فسكتت مرتين فقلت وانا والله احدثك يا رسول الله ان هذه جرت عندي بالرحى حتى اثرت في يدها واستقت بالقربة حتى اثرت في نحرها وكسحت البيت حتى غبرت ثيابها واوقدت القدر حتى دكنت ثيابها وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها سليه خادما، فذكر معنا حديث الحكم وأتم. حدثنا عباس العنبري، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن كعب القرظي، عن شبث بن ربعي. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال فيه قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليله صفين فاني ذكرتها من اخر الليل فقلتها حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان او خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنه هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاه عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون ومائه باللسان والف وخمسمائه في الميزان ويكبر اربعا وثلاثين اذا اخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئه باللسان والف في الميزان فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال ياتي احدكم في منامه يعني الشيطان فينومه قبل ان يقوله وياتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل ان يقولها حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عياش بن عقبه الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري ان ابن ام الحكم او ضباعه بنت الزبير حدثته عن احداهما انها قالت اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت انا واختي وفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا اليه ما نحن فيه وسالناه ان يامر لنا بشيء من السبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقكن يتامى بدر، ثم ذكر قصة التسبيح، قال: على إثر كل صلاة لم يذكر النوم. باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن عاصم، عن أبي هريرة. ان ابا بكر الصديق قال يا رسول الله مرني بكلمات اقولهن اذا اصبحت واذا امسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مضجعك حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا اصبح اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغاز بن ربيعة عن مكحول الدمشقي، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من قال حين يصبح او يمسي اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين اعتق الله نصفه ومن قالها ثلاثا اعتق ثلاثه ارباعه فان قالها اربعا اعتقه الله من النار حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبه الطائي عن ابن بريده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح او حين يمسي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي. فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. حدثنا وهب بن بقية عن خالد حا وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا امسى امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له زاد في حديث جرير واما زبيد كان يقول كان ابراهيم بن سويد يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها رب اعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر او الكفر رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر واذا اصبح قال ذلك ايضا اصبحنا واصبح الملك لله قال ابو داود رواه شعبه عن سلمه بن كهيل عن ابراهيم بن سويد قال من سوء الكبر ولم يذكر سوء الكفر حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن ابي عقيل عن سابق بن ناجيه عن ابي سلام انه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان وإسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا وكيع حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه المعنى حدثنا ابن نمير قال حدثنا عباده بن مسلم الفزاري عن جبير بن ابي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عورتي وقال عثمان عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي قال ابو داود قال وكيع يعني الخسف حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو ان سالما الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فانه من قالهن حين يصبح قفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي قفظ حتى يصبح حدثنا احمد بن سعيد الهمداني قال اخبرنا حا وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن سعيد بن بشير النجاري عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الربيع ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون الى وكذلك تخرجون ادرك ما فاته في يومه ذلك ومن قالهن حين يمسي ادرك ما فاته في ليلته قال الربيع عن الليث حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد ووهيب نحوه عن سهيل عن ابيه عن ابن ابي عائش وقال حماد عن ابي عياش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبه من ولد اسماعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وان قالها اذا امسى كان له مثل ذلك حتى يصبح قال في حديث حماد فراى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله ان ابا عياش يحدث عنك بكذا وكذا قال صدق ابو عياش قال ابو داود رواه اسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي وعبد الله بن جعفر عن سهيل عن ابيه عن ابن عياش حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقيه عن مسلم يعني بن زياد قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك الا غفر الله له ما اصاب في يومه ذلك من ذنب، وان قالها حين يمسي غفر له ما اصاب تلك الليله. حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابو النضر الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب اخبرني ابو سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم انه اخبره عن ابيه مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اسر اليه فقال اذا انصرفت من صلاه المغرب فقل اللهم اجرني من النار سبع مرات فانك اذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال: أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نخص إخواننا بها. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، ومؤمل بن الفضل الحراني، وعلي بن سهل الرملي، ومحمد بن مصفى الحمصي قالوا حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني قال حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه الى قوله جوار منها الا انه قال فيهما قبل ان تكلم احدا قال علي بن سهل فيه ان اباه حدثه وقال علي وابن المصفى قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فلما بلغنا المغار استحثثت فرسي فسبقت اصحابي وتلقاني الحي بالرنين فقلت لهم قولوا لا اله الا الله تحرزوا فقالوها فلامني اصحابي فقالوا احرمتنا الغنيمه فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه بالذي صنعت فدعاني فحسن لي ما صنعت وقال اما ان الله قد كتب لك من كل انسان منهم كذا وكذا قال عبد الرحمن فانا نسيت الثواب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني ساكتب لك بالوصات بعدي قال ففعل وختم عليه ودفعه الي وقال لي ثم ذكر معناهم وقال ابن المصفى قال سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن ابيه حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين قال حدثنا مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقه عن يونس بن ميسره بن حلبس عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال من قال اذا اصبح واذا امسى حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما اهمه صادقا كان بها او كاذبا. حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابن ابي ذئب عن ابي اسيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابيه انه قال: خرجنا في ليله مطر وظلمه شديده نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فادركناه فقال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فقلت ما اقول يا رسول الله قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن اسماعيل حدثني ابي قال ابن عوف ورايته في اصل اسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن ابي مالك قال قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمه نقولها اذا اصبحنا وامسينا واضطجعنا فامرهم ان يقولوا اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت رب كل شيء والملائكه يشهدون انك لا اله الا انت فانا نعوذ بك من شر انفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وان نقترف سوءا على انفسنا او نجره الى مسلم قال ابو داود وبهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اصبح احدكم فليقل اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم اذا امسى فليقل مثل ذلك حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن جعثم قال حدثنا الأزهر بن عبد الله الحرازي قال حدثني شريق الهوزني قال دخلت على عائشة فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل فقالت لقد سالتني عن شيء ما سالني عنه احد قبلك كان اذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا ثم قال اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه عشرا ثم يفتتح الصلاه. حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فاسحر يقول: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا. اللهم صاحبنا فافضل علينا عائذا بالله من النار. حدثنا ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا المسعودي حدثنا القاسم قال: كان ابو ذر يقول: من قال حين يصبح: اللهم ما حلفت من حلف او قلت من قول او نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشا لم يكن اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي كان في استثناء يومه ذلك او قال ذلك اليوم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان يعني بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا أنس بن عياض، حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. لم يذكر قصة الفالج حدثنا العباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداه اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فانا احب ان استن بسنته قال عباس فيه وتقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا اله الا انت وبعضهم يزيد على صاحبه حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة وإذا أمسى كذلك لم يواف أحد من الخلائق بمثل ما وافى باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أنه بلغه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد, هلال خير ورشد امنت بالذي خلقك ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا حدثنا محمد بن العلاء ان زيد بن حباب اخبرهم عن ابي هلال عن قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الهلال صرف وجهه عنه قال ابو داود ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح باب ما يقول اذا خرج من بيته حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبه عن منصور عن الشعبي عن ام سلمه قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط الا رفع طرفه الى السماء فقال اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او, أظلم أو اجهل او يجهل علي حدثنا ابراهيم بن الحسن الخثعمي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان اخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ باب ما يقول الرجل اذا دخل بيته، حدثنا ابن عوف حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثني ابي قال ابن عوف: ورأيت في اصل اسماعيل قال: حدثني ضمضم عن شريح عن ابي مالك الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على اهله. باب ما يقول إذا هاجت الريح حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة يعني ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم وكان اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه فقلت يا رسول الله الناس اذا راوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر واراك اذا رايته عرفت في وجهك الكراهيه قالت فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عُذِّب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى ناشئا في افق السماء ترك العمل وان كان في صلاح ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من شرها فان مطر قال اللهم صيبا هنيئا باب في المطر حدثنا مسدد وقتيبه بن سعيد المعنى قالا حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال: اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى اصابه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لانه حديث عهد بربه. باب في الديك والبهائم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم صياح الديكه فسلوا الله من فضله فانها رات ملكا واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رات شيطانا باب نهيق الحمير ونباح الكلاب حدثنا هناد بن السري عن عبده عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فانهن يرين ما لا ترون حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله حا وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي حدثنا أبي حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن علي بن عمر بن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الخروج بعد هدأة الرجل فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض قال ابن مروان في تلك الساعة وقال فإن لله خلقا ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه وزاد في حديثه قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله باب في المولود يؤذن في اذنه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا محمد بن فضيل حا وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة. زاد يوسف ويحنكهم ولم يذكر بالبركة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤي أو كلمة غيرها فيكم المغربون قلت وما المغربون قال الذين يشترك فيهم الجن باب في الرجل يستعيذ من الرجل حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد قال نصر ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه قال عبيد الله من سألكم بالله حدثنا مسدد وسهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير المعنى عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فاعيذوه، ومن سالكم بالله فاعطوه، وقال سهل وعثمان: ومن دعاكم فاجيبوه، ثم اتفقوا: ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه، قال مسدد وعثمان: فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. باب في رد الوسوسة حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة يعني بن عمار، قال: وحدثنا أبو سميل، قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت والله ما اتكلم به قال فقال لي اشيء من شك وضحك قال ما نجا احد من ذلك حتى انزل الله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب الايه قال فقال لي اذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال جاءه اناس من اصحابه فقالوا يا رسول الله نجد في انفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان احدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لان يكون حممه احب اليه من ان يتكلم به فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه قال ابن قدامه رد امره مكان رد كيده باب في الرجل ينتمي الى غير مواليه حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الاحول حدثني ابو عثمان قال حدثني سعد بن مالك قال سمعته اذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم انه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال فلقيت أبا بكرة فذكرت ذلك له فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم قال عاصم فقلت يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلان أيما رجلين فقال اما احدهما فاول من رمى بسهم في سبيل الله او في الاسلام يعني سعد بن مالك والاخر قدم من الطائف في بضعه وعشرين رجلا على اقدامهم فذكر فضلا قال ابو داود قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث والله انه عندي احلى من العسل يعني قوله حدثنا وحدثني قال ابو داود سمعت احمد يقول ليس لحديث اهل الكوفه نور قال وما رايت مثل اهل البصره كانوا تعلموه من شعبه حدثنا حجاج بن ابي يعقوب حدثنا معاويه يعني بن عمرو حدثنا زائده عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامه صرف ولا عدل حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد ونحن ببيروت عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنه الله المتتابعه الى يوم القيامه باب في التفاخر بالاحساب حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافى حا وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب وهذا حديثه عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالاباء مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام. إنما هم فحم من فحم جهنم. أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفهنة. باب في العصبية حدثنا النفيلي حدثنا زهير عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردّي فهو ينزع بذنبه. حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبه من ادم فذكر نحوه حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سلمه بن بشر الدمشقي عن بنت واثله بن الاسقع انها سمعت اباها يقول قلت يا رسول الله ما العصبية قال أن تعين قومك على الظلم حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم قال أبو داود أيوب بن سويد ضعيف حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا الى عصبيه وليس منا من قاتل على عصبيه وليس منا من مات على عصبيه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن عوف عن زياد بن مخراق عن ابي كنانه عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا الحسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وانا الغلام الفارسي فالتفت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهلا قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري باب الرجل يحب الرجل على خير يراه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وقد كان ادركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا المبارك بن فضاله حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله اني لاحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلمته قال لا قال اعلمه قال فلحقه فقال اني احبك في الله فقال احبك الذي احببتني له حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر انه قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم قال انت يا ابا ذر مع من احببت قال فاني احب الله ورسوله قال فانك مع من احببت قال فاعادها ابو ذر فاعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا وهب بن بقيه اخبرنا خالد عن يونس بن عبيد عن ثابت عن انس بن مالك قال رايت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم ارهم فرحوا بشيء اشد منه قال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب باب في المشوره حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن ابي بكير حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن باب في الدال على الخير حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني. قال: لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلاناً فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. باب في الهوى. حدثنا حيوه بن شريح حدثنا بقيه عن ابي بكر بن ابي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن ابي الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم باب في الشفاعه حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إلي لتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن اخيه عن معاويه: اشفعوا تؤجروا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، فاني لاريد الامر فاؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب في الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن منصور، عن ابن سيرين قال أحمد: قال مرة يعني هشيمة عن بعض ولد العلاء أن العلاء الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا المعلى بن منصور أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء بن الحضرمي انه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم فبدا باسمه باب كيف يكتب الى الذمي حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى وقال ابن يحيى عن ابن عباس ان ابا سفيان اخبره قال فدخلنا على هرقل فاجلسنا بين يديه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد باب في بر الوالدين حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابر قال امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم الاقرب فالاقرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسال رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه اياه الا دعي له يوم القيامه فضله الذي منعه شجاعا اقرع قال ابو داود الاقرع الذي ذهب شعر راسه من السم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا الحارث بن مره حدثنا كليب بن منفعه عن جده انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من ابر قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أنبأنا حا وحدثنا عباد بن موسى حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يلعن ابا الرجل فيلعن اباه ويلعن امه فيلعن امه حدثنا ابراهيم بن مهدي وعثمان بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء المعنى قالوا حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعده، عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال يا رسول الله: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم. الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو النضر، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابر البر صله المرء اهل ود ابيه بعد ان يولي حدثنا ابن المثنى حدثنا ابو عاصم حدثنا جعفر بن يحيى بن عماره بن ثوبان اخبرنا عماره بن ثوبان ان ابا الطفيل اخبره قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة. قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور. إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط لها رداءه فجلست عليه. فقلت من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث ان عمر بن السائب حدثه انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فاقبل ابوه من الرضاعه فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم اقبلت امه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الاخر فجلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة، فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه باب في فضل من عال يتامى. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور ادخله الله الجنه ولم يذكر عثمان يعني الذكور حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا سهيل يعني ابن ابي صالح عن سعيد الاعشى قال ابو داود وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري عن ايوب بن بشير الانصاري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات فادبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنه حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل بهذا الاسناد بمعناه قال ثلاث اخوات او ثلاث بنات او ابنتان او اختان حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا النهاس بن قهم حدثني شداد ابو عمار عن عوف بن مالك الاشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا باب في من ضم يتيما حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان اخبرنا عبد العزيز يعني بن ابي حازم حدثني ابي عن سهل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه وقارن بين اصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام. باب في حق الجوار حدثنا مسدد حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى قلت لا حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجاري اليهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره قال اذهب فاصبر فاتاه مرتين او ثلاثه فقال اذهب فطرح متاعك في الطريق فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسالونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاء اليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حدثنا مسدد بن سرهد وسعيد بن منصور أن الحارث بن عبيد حدثهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ قال بأدناهما بابا قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش باب في حق المملوك حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله قال فقال القوم يا أبا ذر لو كنت اخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حله وكسوت غلامك ثوبا غيره قال فقال ابو ذر اني كنت ساببت رجلا وكانت امه اعجميه فعيرته بامه فشكاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه قال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة، وكسوته ثوبًا غيره. قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه». قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود قال ابن المثنى مرتين: لا الله اقدر عليك منك عليه، فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله: هو حر لوجه الله، قال: اما انك لو لم تفعل للفعتك النار او لمستك النار. حدثنا ابو كامل حدثنا عبد الواحد عن الاعمش باسناده ومعناه نحوه قال كنت اضرب غلاما لي بالسوط ولم يذكر امر العتق حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا أمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية، حدثنا عثمان بن زفر، حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث: وكان رافع من جهينه قد شهد الحديبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكه يمن وسوء الخلق شؤم حدثنا احمد بن سعيد الهمداني واحمد بن عمرو بن السرح وهذا حديث الهمداني وهو اتم قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابو هانئ الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت ثم اعاد اليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثه قال اعفو عنه في كل يوم سبعين مره. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي اخبرنا حا وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى حدثنا فضيل عن ابن ابي نعم عن ابي هريره قال حدثني ابو القاسم نبي التوبه صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان حدثنا مسدد حدثنا فضيل بن عياض عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقر وفينا شيخ فيه حده ومعه جاريه فلطم وجهها فما رايت سويدا اشد غضبا منه ذاك اليوم قال عجز عليك الا حر وجهها لقد رايتنا سابع سبعه من ولد مقر وما لنا الا خادم فلطم اصغرنا وجهها فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمه بن كهيل حدثنا معاويه بن سويد بن مقر قال لطمت مولا لنا فدعاه ابي ودعاني فقال اقتص منه فانا معشر بني مقر كنا سبعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا الا خادم فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوها قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها قال فلتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زاذان قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقاه باب في المملوك إذا نصح حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. باب في من خبب مملوكا على مولاه. حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمه، عن يحيى بن يعمر، عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ او مملوكه فليس منا. باب في الاستئذان حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك ان رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص او مشاقص قال فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعناه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن سهيل عن ابيه قال حدثنا ابو هريره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال، عن كثير عن وليد عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل البصر فلا إذن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال: جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب. قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك او هكذا فانما الاستئذان من النظر حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن الاعمش عن طلحه بن مصرف عن رجل عن سعد نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب كيف الاستئذان حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فدخلت ولم أسلم، فقال ارجع فقل: السلام عليكم، وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. قال عمرو: وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن الحنبل، ولم يقل: سمعته منه. قال أبو داود: قال يحيى بن حبيب: أمية بن صفوان ولم يقل: سمعته من كلدة بن الحنبل، وقال يحيى أيضا: عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره، أن كلدة بن الحنبل أخبره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور، عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل. حدثنا هناد بن السري عن ابي الاحوص عن منصور عن ربعي بن حراش قال حدثت ان رجلا من بني عامر استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ابو داود وكذلك حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن منصور ولم يقل عن رجل من بني عامر حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر انه استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فسمعته فقلت السلام عليكم اادخل باب كم مره يسلم الرجل في الاستئذان حدثنا احمد بن عبده حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفه عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الانصار فجاء ابو موسى فزعا فقلنا له ما افزعك قال امرني عمر ان اتيه فاتيته فاستاذنت ثلاثه فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك ان تاتيني فقلت قد جئت فاستاذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال لتاتيني على هذا بالبينه قال فقال ابو سعيد لا يقوم معك الا اصغر القوم قال فقام ابو سعيد معه فشهد له حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن طلحه بن يحيى عن ابي برده عن ابي موسى انه اتى عمر فاستاذن ثلاثه فقال يستاذن ابو موسى يستاذن الاشعري يستاذن عبد الله بن قيس فلم ياذن له فرجع فبعث اليه عمر ما ردك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع قال ائتني ببينة على هذا فذهب ثم رجع فقال هذا أبي فقال أبي يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا ابن جريج اخبرني عطاء عن عبيد بن عمير ان ابا موسى استاذن على عمر بهذه القصه قال فيها فانطلق بابي سعيد فشهد له فقال اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالاسواق ولكن تسلم ما شئت ولا تستاذن حدثنا زيد بن اخزم حدثنا عبد القاهر بن شعيب حدثنا هشام عن حميد بن هلال عن ابي برده بن ابي موسى عن ابيه بهذه القصه قال فقال عمر لابي موسى اني لم اتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعن غير واحد من علمائهم في هذا. فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى وهشام أبو مروان المعنى. قال محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي سمعت يحيى بن ابي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن اسعد بن زراره عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمه الله قال فرد سعد ردا خفيا فقال قيس فقلت الا تاذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذره يكثر علينا من السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله اني كنت اسمع تسليمك وارد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفه مصبوغه بزعفران او ورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على ال سعد بن عباده قال ثم اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما اراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطا عليه بقطيفه فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فابيت ثم قال اما ان تركب واما ان تنصرف قال فانصرفت قال هشام ابو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن اسعد بن زراره قال ابو داود رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعه عن الاوزاعي مرسلا ولم يذكر قيس بن سعد حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في اخرين قالوا حدثنا بقيه بن الوليد حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك أن الدور لم تكن عليها يومئذ ستور. باب الرجل يستأذن بالدق. حدثنا مسدد حدثنا بشر عن شعبة، عن محمد بن المنكدر عن جابر انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في دين ابيه فدققت الباب فقال من هذا؟ فقلت انا قال انا انا كانه كرهه. باب دق الباب عند الاستئذان حدثنا يحيى بن ايوب يعني المقابري حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن نافع بن عبد الحارث قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي امسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا وساق الحديث قال ابو داود يعني حديث ابي موسى الاشعري قال فيه فدق الباب باب في الرجل يدعى ايكون ذلك اذناه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل الى الرجل اذنه حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن قتاده عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن قال أبو داود يقال قتاده لم يسمع من أبي رافع شيئا باب في الاستئذان في العورات الثلاث حدثنا ابن السرح قال: حدثنا حا وحدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبده، وهذا حديثه، قال: اخبرنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد: سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها اكثر الناس، آية الاذن، واني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي، قال ابو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولم يعمل بها أحد قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم قرا القعنبي الى عليم حكيم قال ابن عباس ان الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم او الولد او يتيمه الرجل والرجل على اهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم ارى احدا يعمل بذلك بعد قال ابو داود وحديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث ابواب السلام باب افشاء السلام حدثنا احمد بن ابي شعيب حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب، عن ابي الخير، عن عبد الله بن عمرو، ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كيف السلام؟ حدثنا محمد بن كثير قال: اخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن ابي رجاء عن عمران بن حصين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه السلام ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء اخر فقال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. حدثنا اسحاق بن سويد الرملي، حدثنا ابن ابي مريم، قال: اظن اني سمعت نافع بن يزيد، قال: اخبرني ابو مرحوم عن سهل بن معاذ بن انس، عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بمعناه زاد ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال أربعون قال هكذا تكون الفضائل باب في فضل من بدأ بالسلام حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام. باب من أولى بالسلام؟ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي اخبرنا روح حدثنا ابن جريج اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي ثم ذكر الحديث باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه ايسلم عليه حدثنا احمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب اخبرني معاويه بن صالح عن ابي موسى عن ابي مريم عن ابي هريره قال اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه فان حالت بينهما شجره او جدار او حجر ثم لقيه فليسلم عليه ايضا قال معاويه وحدثني عبد الوهاب بن بخت عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء حدثنا عباس العنبري حدثنا اسود بن عامر حدثنا حسن بن صالح عن ابيه عن سلمه بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربه له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم ايدخل عمر باب في السلام على الصبيان. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال: قال انس: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. حدثنا ابن المثنى حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا حميد قال: قال انس انتهى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا غلام في الغلمان فسلم علينا ثم اخذ بيدي فارسلني برساله وقعد في ظل جدار او قال الى جدار حتى رجعت اليه باب في السلام على النساء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول: اخبرته اسماء بنت يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. باب في السلام على اهل الذمة حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سهيل بن ابي صالح قال خرجت مع ابي الى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم فقال ابي لا تبدؤوهم بالسلام فان ابا هريره حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوهم بالسلام واذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم الى اضيق الطريق حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود اذا سلم عليكم احدهم فانما يقول السلام عليكم فقولوا وعليكم قال ابو داود وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه وعليكم حدثنا عمرو بن مرزوق اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم قال قولوا وعليكم. قال أبو داود وكذلك رواية عائشة، وأبي عبد الرحمن الجهني، وأبي بصرة يعني الغفاري. باب في السلام إذا قام من المجلس حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر يعني ابن يعني المفضل عن ابن عجلان عن المقبوري قال مسدد سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره باب كراهيه ان يقول عليك السلام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابي غفار عن ابي تميمه الهجيمي عن ابي جري الهجيمي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فان عليك السلام تحيه الموتى باب ما جاء في رد واحد عن الجماعه حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجدي حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي حدثني عبد الله بن الفضل حدثنا عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب قال ابو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. باب في المصافحة حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم العنزي عن البراء بن عازب بن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفراه غفر لهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد وابن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. باب في المعانقة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد اخبرنا ابو الحسين يعني خالد بن ذكوان عن ايوب عن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزه انه قال لابي ذر حيث سير من الشام اني اريد ان اسالك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذن اخبرك به الا ان يكون سرا قلت انه ليس بسر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم اذا لقيتموه قال ما لقيته قط الا صافحني وبعث الي ذات يوم ولم اكن في اهلي فلما جئت اخبرت انه ارسل الي فاتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك اجود واجود باب في القيام حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري ان اهل قريظه لما نزلوا على حكم سعد ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار اقمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم او الى خيركم فجاء حتى قعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه بهذا الحديث قال فلما كان قريبا من المسجد قال للانصار قوموا الى سيدكم حدثنا الحسن بن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا ودلا وهديا وقال الحسن حديثا وكلاما ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمه كرم الله وجهها كانت اذا دخلت عليه قام اليها فاخذ بيدها فقبلها واجلسها في مجلسه وكان اذا دخل عليها قامت اليه فاخذت بيده فقبلته واجلسته في مجلسها باب في قبلة الرجل ولده، حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري، عن ابي سلمة عن ابي هريرة، أن الأقرع بن حابس أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقبل حسينا، فقال: إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروه عن عروه ان عائشه قالت ثم قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم ابشري يا عائشه فان الله قد انزل عذرك وقرا عليها القران فقال ابواي قومي فقبلي راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت احمد الله عز وجل لا اياكما باب في قبله ما بين العينين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن اجلح عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن ابي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه باب في قبله الخد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا المعتمر عن اياس بن دغفل قال رايت ابا نضره قبل خد الحسن رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن سالم حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن أبي إسحاق عن البراء قال: دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال لها: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. باب في قبلة اليد، حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يزيد بن ابي زياد ان عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثه ان عبد الله بن عمر حدثه وذكر قصه قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده باب في قبله الجسد حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال أصبرني قال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال انما اردت هذا يا رسول الله باب قبله الرجل حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا مطر بن عبد الرحمن الاعنق حدثتني ام ابان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينه فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله وانتظر المنذر الاشج حتى اتى عيبته فلبس ثوبيه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان فيك خلتين يحبهما الله الحلم والاناه قال يا رسول الله انا اتخلق بهما ام الله جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله باب في الرجل يقول جعلني الله فداك حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا مسلم حدثنا هشام عن حماد يعني بن ابي سليمان عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وانا فداك باب في الرجل يقول أنعم الله بك عينا حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره أن عمران بن حسين قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل انعم الله بك عينا ولا باس ان يقول انعم الله عينك باب الرجل يقول للرجل حفظك الله حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري قال حدثنا ابو قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر الله فعطشوا، فانطلق سرعان الناس، فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليله، فقال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد، عن ابي مجلز قال: خرج معاويه على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاويه لابن عامر اجلس فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن ابي العنبس عن ابي العدبس عن ابي مرزوق عن ابي غالب عن ابي امامه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا اليه فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسماعيل عن غالب قال انا لجلوس بباب الحسن اذ جاء رجل فقال حدثني ابي عن جدي قال بعثني ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فاقرئه السلام قال فاتيته فقلت ان ابي يقرئك السلام فقال عليك وعلى ابيك السلام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن ابي سلمه ان عائشه حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان جبريل يقرا عليك السلام فقالت عليه السلام ورحمه الله باب الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا يعلى بن عطاء عن ابي همام عبد الله بن يسار ان ابا عبد الرحمن الفهري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فسرنا في يوم قائض شديد الحر فنزلنا تحت ظل الشجر فلما زالت الشمس لبست لامتي وركبت فرسي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته قد حان الرواح فقال اجل ثم قال يا بلال قم فثار من تحت سمره كأن ظله ظل طائر فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك فقال أسرج لي الفرس فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر فركب وركبنا وساق الحديث قال أبو داود أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمه باب في الرجل يقول للرجل اضحك الله سنك حدثنا عيسى بن ابراهيم البركي وسمعته من ابي الوليد الطيالسي وانا لحديث عيسى اضبط قال حدثنا عبد القاهر بن السري يعني السلمي أخبرنا ابن كنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه، عن جده: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر أو عمر: أضحك الله سنك، وساق الحديث. باب في البناء، حدثنا مسدد حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي السفر، عن عبد الله بن عمرو قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أطين حائطا لي، أنا وأمي، فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله شيء أصلحه، فقال: الأمر أسرع من ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد، المعنى، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده، بهذا، قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها، فقال ما هذا؟ فقلنا خص لنا وها فنحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عثمان بن حكيم، اخبرني ابراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عن ابي طلحه الاسدي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فراى قبه مشرفه فقال ما هذه قال له اصحابه هذه لفلان رجلا من الانصار قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه، صنع ذلك مرارا، حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه فقال: والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: خرج فرأى قبتك، فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها فقال ما فعلت القبة قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا يعني ما لا بد منه باب في اتخاذ الغرف حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي حدثنا عيسى عن اسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسالناه الطعام فقال يا عمر اذهب فاعطهم فارتقى بنا الى عليه فاخذ المفتاح من حجرته ففتح باب في قطع السدر حدثنا نصر بن علي اخبرنا ابو اسامه عن ابن جريج عن عثمان بن ابي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدره صوب الله راسه في النار سئل ابو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلاه يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار حدثنا مخلد بن خالد وسلمه يعني ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره وحميد بن مسعده قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال سالت هشام بن عروه عن قطع السدر وهو مستند الى قصر عروه فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من أرضه وقال لا بأس به زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة قال قلت إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر ثم ساق معناه باب في اماطه الاذى عن الطريق حدثنا احمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين حدثني ابي حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الانسان ثلاثمائه وستون مفصلا فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منه بصدقه. قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فان لم تجد فركعة الضحى تجزئك. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا احمد بن منيع عن عباد بن عباد وهذا لفظه وهو أتم عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعته أهله صدقه قالوا يا رسول الله يأتي شهوته وتكون له صدقه قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى قال أبو داود لم يذكر حماد الأمر والنهي حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر بهذا الحديث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطاه، فشكر الله له بها فأدخله الجنة. باب في إطفاء النار بالليل، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه روايه، وقال مره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار، حدثنا عمرو بن طلحه، حدثنا اسباط عن سماك عن عكرمه، عن ابن عباس قال: جاءت فاره فاخذت تجر الفتيله فجاءت بها فالقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمره التي كان قاعدا عليها فاحرقت منها مثل موضع درهم فقال اذا نمتم فاطفئوا سروجكم فان الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم باب في قتل الحيات. حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن ابيه. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفه فليس منا. حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري. عن اسحاق بن يوسف عن شريك عن ابي اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل الحيات كلهن فمن خاف ثارهن فليس مني حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما ارى الى ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن. حدثنا احمد بن منيع حدثنا مروان بن معاويه عن موسى الطحان حدثنا عبد الرحمن بن سابط عن العباس بن عبد المطلب انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا نريد ان نكنس زمزم وان فيها من هذه الجنان يعني الحياه الصغار فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتل الحيات وذا الطفتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابي لبابة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفتين والأبتر. فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع. حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث، قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى، قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودونه. فخرجنا من عنده فلقينا صاحبا لنا وهو يريد ان يدخل عليه فاقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فاخبرنا انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الهوام من الجن فمن راى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. حدثنا يزيد بن موهب الرملي، حدثنا الليث عن ابن عجلان، عن صيفي ابي سعيد مولى الانصار، عن ابي السائب، قال: اتيت ابا سعيد الخدري، فبينما انا جالس عنده، سمعت تحت سريره تحريك شيء، فنظرت فاذا حي، فقمت فقال أبو سعيد: مالك؟ فقلت: حية ها هنا. قال: فتريد ماذا؟ قلت: أقتلها. فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته، فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب، استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يذهب بسلاحه فاتى داره فوجد امراته قائمه على باب البيت فاشار اليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما اخرجني فدخل البيت فاذا حيه منكره فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح ترتكض قال فلا ادري ايهما كان اسرع موتا الرجل او الحيه فاتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله ان يرد صاحبنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال ان نفرا من الجن اسلموا بالمدينه فاذا رايتم احدا منهم فحذروه ثلاث مرات ثم ان بدا لكم بعد ان تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا قال فليؤذنه ثلاثا فان بدا له بعد فليقتله فانه شيطان. حدثنا احمد بن سعيد الهمداني اخبرنا ابن وهب اخبرني مالك عن صيفي مولى ابن افلح اخبرني ابو السائب مولى هشام بن زهره أنه دخل على أبي سعيد الخدري فذكر نحوه وأتم منه، قال: فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم، حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا: أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان، ألا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة قال أبو داود فقال لي إنسان الجان لا ينعرج في مشيته فإن كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله باب في قتل الأوزاغ. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. حدثنا محمد بن الصباح البزاز. حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغه في اول ضربه فله كذا وكذا حسنه ومن قتلها في الضربه الثانيه فله كذا وكذا حسنه ادنى من الاولى ومن قتلها في الضربه الثالثه فله كذا وكذا حسنه أدنى من الثانية. حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة سبعون حسنة. باب في قتل الذر. حدثنا قتيبه بن سعيد عن المغيره يعني بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر بها فاحرقت فاوحى الله اليه فهلا نمله واحده حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمله قرصت نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله اليه افي ان قرصتك نمله اهلكت امه من الامم تسبح حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب النمله والنحله والهدهد والصرد حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن ابي اسحاق الشيباني عن ابن سعد قال ابو داود وهو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فراينا حمره معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. باب في قتل الضفدع حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. باب في الخذف حدثنا حص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقأ العين ويكسر السن. باب ما جاء في الختان حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال حدثنا مروان حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل قال أبو داود روى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعنى هو إسناده قال أبو داود وليس هو بالقوي وقد روى مرسلا قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن ابي اليمان عن شداد بن ابي عمرو بن حماس عن ابيه عن حمزه بن ابي اسيد الانصاري عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استاخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المراه تلصق بالجدار حتى ان ثوبها ليتعلق بالجدار من لسوقها به حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا ابو قتيبه سلم بن قتيبه عن داود بن ابي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي يعني الرجل بين المراتين باب في الرجل يسب الدهر حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار، قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد. تمّ وكمل والحمد لله عز وجل